الرئيس السيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوة المسلحة. الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة. ووزارة الداخلية تواصل تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بمفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بها. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفاء مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليحة. وتفقد الرئيس السيسي نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع. وقد استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من السيد مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمية، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أيدكس 2021. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. ووجه الرئيس السيسي بالتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1.5% وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90% فضلا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية خاصة الصحة والتعليم. كما تابع الرئيس السيسي مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي. كما اطلع الرئيس السيسي كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول الشهر الحالي، موجها سيادته بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. وأكد الرئيس السيسي للمستشارة الألمانية على تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة، معربا سيادته عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الألمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة. كما تم تبادل خلال الاتصال وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع. كما تم أيضا التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لا سيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي. هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية. وأضاف الرئيس السيسي: سلام الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر. وتابع الرئيس السيسي: إنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير.
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا مع ممثلي شركة غريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما لمناقشة تطورات تنفيذ هذا المشروع. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يتابع وشخصيا وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع الذي سيساهم في الارتقاء مستوى الرعاية الصحية في مصر. وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الثالث للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مصر تحرص على دعم وتبني ملف تغير المناخ الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموارد الدول ومستقبل الأجيال، مشددا على أهمية التنسيق الدولي الفاعل وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف العالمية في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. واصلت وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بمفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بها. المزيد في سياق هذا التقرير. يأتي تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بوزارة الداخلية في مقدمة أولويات الوزارة لانعكاسه على الأداء الأمني وما تقدمه من خدمات أمنية جماهيرية بصورة حضارية، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية. دي خطوة من ألف خطوة في بناء دولة حقيقية مدنية ديمقراطية حديثة تحترم ناسها وتحبهم وتجري وتسعى عليهم. الوزارة حرصت وفي هذا الإطار على أن تتناول الخطط والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية والأنشطة البحثية لطلبة كليات الشرطة والدارسين بأكاديمية الشرطة بكافة أفرعها مفاهيم حقوق الإنسان بصورة متعمقة، بما يكفل إعداد وتأهيل ضابط شرطة يلتزم بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان في معاملته اليومية وما يتصل بأدائه لعمله. كما اطلعت وزارة الداخلية بتنفيذ برامج ودورات تثقيفية لكافة كوادرها تهدف إلى تعريفهم بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ تلك المبادئ لديهم بما ينعكس على أدائهم في عملهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين والأفراد بالوزارة، ويحاضر في تلك الدورات خبرات محلية ودولية من مختلف التخصصات الثقافية والأمنية، وتتناول كافة ما يتعلق بالالتزام بقواعد ومعايير حقوق الإنسان في كل القطاعات الشرطية بخاصة التي تقدم خدمات أمنية وجماهيرية. Obviously nowadays the situation is completely different and the ICRC remains very active to support the Egyptian police forces. Most importantly, we have cooperation regarding the use of force, the use of firearms and the respect of international humanitarian law and international human rights law. The pleasure to work with the Ministry of Interior and to see the engagement of the government as a whole, but particularly the Ministry of Interior, in protecting the people, guaranteeing the human rights of migrants, of the Egyptians who may be victims of irregular migration, smuggling and trafficking. وينعكس ذلك كله على أداء الكوادر الأمنية في كل قطاعات وزارة الداخلية، فأصبحنا نشاهد الخدمات الأمنية والجماهيرية تقدم بصورة حضارية لائقة تراعى فيها كافة الضوابط والمعايير الإنسانية، ومشاهد الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تقديم الخدمات الشرطية أصبحت من بديهيات العمل الأمني اليومي. كما تطور الأمر إلى تفعيل الوزارة لخططها الإنسانية والاجتماعية في كافة المجالات. كلها أنشطة تقوم بها الوزارة في إطار تفعيلها لمفهوم حقوق الإنسان مع الارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية لديها لضمان تطبيق فاعل لتلك المفاهيم
في كافة قطاعات وزارة الداخلية.